عمرها يوم واحد. امرأة قامت ببيع ابنتها بنفس يوم ولادتها، يعني الطفلة عمرها يوم واحد، بمبلغ 1,600,000 دينار عراقي. مليون وستمية من جد ما عرفوا أخذوها من عندي. بعد سنة وبعد التحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية، تم إلقاء القبض عليها والمطالبة بطفلتها بعد أن وصلت هذه الإخباريات إلى الجهات الأمنية أنه هذه السيدة باعت ابنتها. هذه الجهة اللي اشترت من عندها الطفلة قامت بتهديدها بالقتل في حال اعترافها وتشهيرها بهم. طبعا هذه السيدة الآن هي معتقلة في القوات الأمنية في أديالة. خلونا نشوف. من العوزة مو عندي، اخذوها من عندي، هددوني وين ما عندي أحد كذا وزارات. أنا بشارها مو سقلت، أنا بزوى بيع للعالم. شو اخذوا من الشنطة تحكي لي؟ اخذوا من عندي طفلة. ايش قد عمرها؟ عمرها يوم واحد. نبدا الصبح اقول بالليل، والصبح اخذوها ما عندي، باعوها الجماعة مواد مخلفة. بعد ما ادري بعد وين راحت. شلون نزمات شلون صارت؟ شلون احكي لي؟ ورا سنة يلا فتحوا الموضوع. اي شددوه شنو؟ شنو؟ صورت شددوه شنو؟ قالوا بس تحكي واسمع صوت من عندك حط طلقة براسك. يا ما عندي حد يتيم قاعد اوزع. وانت تنطوش ورجعتيهن؟ 1,600,000 من قد ما عرفوا واخذوها من عندي. اي بعد ما شفت كل شيء. انت عندك غير هالطفله؟ بس مي بس هذه. بس هذه؟ وعندي طفل كبير. من الذاكره. شلون اسمه شلون وصلت تلين احكي لي؟ بالتحري قضبون انا ومعالي. الجرام قضبوني. اي المخبر بلغ علي. كان ما طلعت فلوس المخبر بلغ علي. يعني جوا اخذوا الاثنين منك عمر يوم واحد؟ اي برضاتي شلو هيك؟ لا مو برضاتي، قلت لهم جيبوها ميتة عدلة جيبوها. قلت تبكي قتلوني بس تبكي واسمع صوتك قلت لك قلت لهم جيبوها اريدها بنت اريدها محتاجتها. وبس ايش قد صار البنية من ما فيها من رجعوها لو بعدها؟ لا قلت لهم جيبوها قول ما عليش البنية ماتت، هو البنية ما ادري عايشة ميتة ما ادري بيها.